هي اهم الامراض التي تصيب الحيوان في العين. يعني برضو احنا لو هنتكلم على الدواجن، تمام. ممكن لو حد مربي دواجن يعرف ازاي الفرخة دي مريضة بمرض في العين. بالنسبة للدواجن إصابات العين فيها كثيرة ومتعددة. أول حاجة وأهم حاجة فيها الحساسية. حساسية العين بتيجي لدواجن التسمين من اللتر أو الفرشة اللي الدواجن عليها. إذا الفرشة دي اتأخرت بينزل عليها الإفرازات من البول والبراز بتؤدي إلى تبخر غاز الأمونيا. غاز الأمونيا بيسبب التهابات رئوية وحساسية في العين. تلاقي على طول اللي عنده مزرعه فراخ عيون الدجاج دايما بتدمع باستمرار. هو بيفتكر ان في مرض. هو مفيش مرض، هو غاز زياده من الفرشه، لازم بيتم تغيير الارضيه تماما فبتروح الظاهره دي. يعني معنى كده يا دكتور ان الارضيه دي لازم كل يوم تتنظف او تتغير؟ بالنسبه للدواجن يعني الفرشه بتقلب وبتطهر مثلا مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع حسب حالتها. ده بالنسبه للدواجن. ما هنفترض يا دكتور زي ما حضرتك قلت مثلا في اخر اليوم، او اكيد يعني في نص اليوم وفي اخر اليوم اكيد بنزله ابراز، تمام. ما لو قعدنا لاخر الاسبوع ما كده يبقى في زي ما هو حسب كميه الطيور وشكل التهويه في المزرعه هو بيقدر يتحكم في نسبه الغاز. اذا لانه الفرشه بتحتاج مجهود كبير، لان العنبر بيبقى مساحات كبيره عشان تغيرها كلها وفيها طيور بتحتاج مجهود ضخم جدا. فحسب التهويه اللي انت بتتحكم فيها والغاز لازم هيكون موجود زي ما حضرتك اتفضلت، لانه ناتج من البول والبراز. فانا بتحكم بالتهويه، لكن لما اوصل لمرحله ان الغاز في العنبر العنبر تشبع وبدات الفراخ عينيها فعلا تتاثر، يبقى لازم هنغير الفرشه.